مرحبتي بيكم في بلادي بلاد اجدادي واولادي، مرحبتي بيكم عندنا هون في الصحراء يوقي راهي زينة، وتعلمتي وتحت الطلح نجيبو السيق ونلعبو طرح، ونجمعو جماعة تحت الخيام ونقعدو نردو القيفان، وتعالوا نركبو فوق البل على طريق الزينة راهي كل، ونتمو نشربو سريق الزين ولا دم ولا حامدين. حق الله سمعوا لي كلامي من الصحراء مبلغ سلامي، صحراء ما تمرك تخمامي، صحراء ما تمرك تخمامي، صحراء زينة فخلاقي مالك بيها دفيني. تعتبر الخيمة هي الركيزة الأساسية في المجتمع الصحراوي، ولها مكانة خاصة في نفوس جميع الصحراويين، لأنها كانت هي الرفيقة الدائمة للإنسان الصحراوي على مر الزمن، وهي بيته ومأواه، تقيم معه في مكان إقامته وترحل معه حيثما رحل، يستظل بظلها ويحتمي بها من قساوة العيش وظروف الطبيعة. كما أن الخيمة تعد دائما رمزا للضيافة والكرم، ومنبعا لتقوية العلاقات الاجتماعية في الوسط الحساني. واليوم وفي ظل عالم التحضر والتمدن والتكنولوجيا، لم تعد الخيمة في حياة الإنسان الصحراوي تحتفظ بنفس الاهتمام السابق، لكنها لا زالت تحظى بأهمية كبيرة عند أهل البدو، إذ لا يمكن للإنسان الصحراوي البدوي الاستغناء عنها، فهي توأمة روحه تتنقل معه في كل فصول السنة بحثاً عن حياة كريمة له في ظل البوادي، ساعياً وراء إبله ومواشيه من أجل العثور على الكلأ ومراعي خصبة. فكلما قست ظروف العيش على هذا الأخير في عالم التمدن والحضارة والمعمار، تجده دائما يلتجئ إلى حياة الخيمة والبادية لينعزل عن هذا العالم الذي حاصره من كل الجهات، ليعود لحياته الأصلية وذكرياته مع محبوبته في الزمن الجميل، ألا وهي ذكرياته مع الخيمة وسط فضاء حر شاسع، لينعم من جديد بالحرية والهدوء في ظلها. هذه مراسلة من مدينة العيون بالأقاليم الصحراوية، ومنها أحييكم. فخلاق الصحراء، فخلاق الصحراء، فخلاق الصحراء.